عسلامة ومرحبا بكم على قناتي كويزين ألفة. اليوم عملت لكم خبز الطابونة بس بالزبدة والزيت. أما قبل كل شيء ما تنسوش تشتركوا في القناة وتنسوش تضغطوا على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو وتبارتاجيوه إذا بتباع أعجبكم، ونشوفوا مع بعضنا المقادير متاع الخبز كيفاش بنين وطري على الاخر ويصلح لليمات العيد سورتو، واللي ما عندوش معناها وين يطيب البرة يطيبوا في الفرن يجيك بطريقة ناجحة جدا وبنين على الاخر. تابعوا معايا المقادير باش نعملوا مع بعضنا اليوم الطابونه. الطابونه على طريقه نحبها انا برشا، جارتنا الله يبارك لها ويفضلها هي اللي تعملت لنا وقتها قبل الطابونه هذيا بنكهه الزبده، فيها هكا شويه الزبده بس بالزبده حسيلو ياسر بنينه بنينه، وديما نحب هكا نعاودها الوصفه ونجيبها كيما نتاعها مهما نعمل ما نجيبهاش كيف ما نتاعها وكل احسيلو. انتوكا ان شاء الله المره هذه نخلط هكا نجيب حتى طرف منها. هوني كيما تراو اللفاحات بتاعنا ماهمش برشا، جست هوني عندنا كيلت لهنا سميت الكاس هذايا، مثلا خذيت الكاس هذايا اللي هو تقريبا 230 مليلتر هو يهز، لما حاله مش مشكله يعني مش لازم كيفو بالضبط. انتوكا مكيال معناها بالمكيال نكيلو مكيال، ثلاثه مكيالات سميد ارطب سميد ناعم ارطب، ثلاثه مكيالات سميد ناعم ومكيال فارينه، هذوما هو كيفاش كيلت بهذوما بالكاس هذايا. صحيح توفيت المهمة نتاع الكاس هذاك. اش نعملو توا؟ أول حاجة نحط المكونات الجافة. هوني عندي الملح متاعي باش نحطو في هكا بلاصة على جنب. قبل كل شيء قبل ما نكمل هذوكم تفكرت الخميرة، عندي هوني ملعقة كبيرة خميرة فورية، هوني عندي 250 ملي ماء دافي كما قلت لكم قبل، كي نحط فيه صبعي هكا ما يحرقنيش، هذاك معناها ما يحرقليش الخميره نتاعي، واذا كان حرق لي صبعي وعملت هكايا راه باش يحرق لي الخميره نتاعي. طبعا نجي ناخذ ملعقه كبيره خميره نتاعي هكا الخميره الفوريه ونخلطها، نجيب مغرفه هكا ونخلطها بسم الله. هكايا تساعدني في التخمير، راه ملي كانت باش تاخذ ساعه غير ربع مثلا تاخذ نصف ساعه ولا حتى اقل. هذيا الخميرة نتاعي تقريبا ضوضتهم هوني، ونرجعو للمقادير نتاعنا الجافة لهنا. كيما قلت لكم شنو اللي عندنا، حطيت الملح نتاعي، وهوني عندي اللفاح هذا اللي مستنسين بيدي ما نعملو، البسباس وحبة البركة وجرجلان، هذا مش متوفر عندي، تنجمو تزيدو حبة الحلاوة. رحيتو عملتو مرحي مع الشوفان، مع شويه شوفان باش نجم ترحالي الكل كيما هكا، ناخذ منه شويه باش يسيب لي نكهه في الخبز نتاعي، راهو ماهوش برشا شويه باش يسيب لي نكهه. ما نحبش كي ناكل خبز نبدا نقرمش في لي غران هذوما، علاش نحبهم زينه ما نحبهمش من داخل في وسط الخبز، جوست للنكهه معناها هكا من داخل للنكهه. نخلط طول المكونات الجافه ومن بعد نبسس بالزيت والزبده بسم الله. ريحة البسباس وحدها 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 حسين. طبعا نجيب الزيت متاعي، عملت هوني زيت زيتونة كاستي معناه كاستي أحمر وإلا شطر كاستي أخضر، زيت زيتونة وكاين وسينا نعملو زيت عادي كل شيء، ولا خلطو هكا وهكا كان عندكم شوية نجمو تخلطو يتبسس، راهو بزيت زيتونة الخبز الطابونة يحب زيت الزيت يتبسس. وباش نزيد نبسو بالزبدة بسم الله، الزبدة تقريبا ملعقة كبيرة زبدة، ونبسسهم هكا بسم الله. بالرغم عندي العجانة وهكا نعمل خبز الطابونة من الأول وبعد نحط كامل اللي تعجن في العجانة خير، وإلا تعجن بيدي اللي ما عندوش عجانة يعجن بيدي. المراحل هذوما هما اللي ينجحوا لك الخبز نتاعك. هكا تبسس معايا توا باش نضيف الماء والخميره نتاعي ونلمهم بسم الله. هوني حطيت 250 ملي بسم الله.
المعلوم انه سميد راهو يشرب، باش يمشي ويشرب. انا تا باش نحطو يتعجن في العجان، كل ما نحسو شاح نزيد شويه ماء دافي هكاكا للي نتحصل على العجينه متماسكه وماهيش تتلصق، ما يلزمش تكون تتلصق في اليد. نجي لهنا، هذه العجينه بتاعي، ونحط الخبز ونكمل نعجنه في العجينه، ونبدا نصب في الماء بشويه بشويه كل ما نحسه بدا يشيح، ونرجع مع بعضنا بعد ما نكمل نعجنه. تقريبا يقعد 10 دقائق ولا 8 دقائق في العجنات، نخليه يتعجن مليح مليح ونخليه يخمر. من بعد ما يخمر باش نوريكم شنو باش نعمل. باش نبدا نزيد الماء بتاعي هكا، وكل ما يشرب الماء نزيدو، خاطر سميد راهو باش يشرب لنا الماء، كل ما يشرب نزيد. توا زدتها مرتين اخرين الماء كيما اول مره ريتوني، زدتها مرتين بالطريقه هذيك للي تحصلت على العجينه هك هكا. توا باش نخليها تخمر، وقد ما تخمر قد ما باش تزيد تشرب راه. توا خمرت معانا، انا نحيت منها راني قبيله خبزتين طيبتهم فوق المقله معناها نجري. وتوا خمرت معانا، خذيت راحتها، وباش نعاود لها عجنه اخرى باش يتنحى الهواء منها. خصيصا للطابونه راهي هذه طابونه برك نعاودو نعملها عجنه، سينو الخبز اللي حاشنا بيه باش يتنفخ ويتنفش ما نعاودوش نعجنوه كي يخمر، راهو نلموه بالسياسه. وهاكا تلم الخبز نتاعنا، طبعا نحطو نشكلوه مع بعضنا. هذا هي العجينه نتاعنا بعد ما تعجنت، طبعا باش نشكلوها. طبعا ناخذ العجينه نقسموها تقريبا على 4 هكا بركة، 2 3 4. هي نورمالمون تجيب بين 5 و 6 خبزات، انا ماني قبيلة استعملت زوز، دونك هذا شق عد. نجي نعمل الخبزة هكا وهكا، كانت خبزت مليح وخذيت راحتها. نعملولها هكا باش نحلوها، في نفس الوقت نخرجوا منها الهواء، ما نحبوش خبز الطابونه يولي لنا هكا معناها. نجم نحط الطبق لهنا من دابني، حطيت بابي كويسون طبعا. ناخذ الفرشيطه نتاعي ولا الفرقيطه، نحنا نقولوا فرقيطه وكل واحد ايش يقول. ناخذ الفرشيطه نتاعي الفرقيطه نتاعي ونعمل اكل. الامارات المعروفين نتاع خبز الطابونه نتاعنا، تحبوا تزينوها بال واحدة هذيك البسباس والحبة البركة وكل شيء زينوها، ما تحبوش خليوها هكاكا. توا الفرن يشعل على 280 درجة على أعلى درجة حطيته، والطبق محطوط في وسط الفرن باش نشد الطبق توا بحاجة خشينة بقون خشين وكل شيء، ونحط نجبدهم هكا تنوريكم توا طول كيفاش. أهو الطبق نتاعي مسخون يحرق، فلذا ردوا بالنا طول نجبدوهم هكا ونحطوهم كيفاش سخونه هكا، ونحطوهم طاو في الكوشه. ها هما في الكوشه يطيبوا على رواحهم، ونشوفوهم من بعد كيفاش يوليو. في المرحله هذه كيما تراو هكا حمار ديجا، نشوفوا من اللوطه ساعه كان لقيناه من اللوطه هكا عطى اللون هذايا، نطفيو عليهم اللوطه ونشعلو من فوق باش يعطينا اللون اللي نحشنا بيه. وهذا ما خبزاتنا مازالوا كيحضروا طابوا وخرجوا طاو من الكوشه، ونحضر طاو شطر ثاني ونعاود ندخلهم للكوشه. سهله برشا الحكايه.
هذه الطابونه نتاعنا حضرت، قعدت نطيب في المشرقه حويجه ديجا تلقاو الرابط نتاعو في صندوق الوصف ان شاء الله باش نطيبوا بعد هذايا. ونسيت الطابونه حسيلو حمرت لي اللي تحرقت شويه من الوطه هكا، اما جات منظرها كيما نتاع الخبز الطابونه طابونه طابونه. حسيلو هذوما الزوزه محمروا لي شويه وكل، حاسيلو مش مشكله، المهم الخبز نتاعنا طاب وحضر وان شاء الله تجربوه ان شاء الله يعجبكم. خليني نقص لكم خبيزه تشوفوها من داخل كيفاش. هذه الطابونه نتاعي بسم الله، ها هيك الطابونه. خلينا نزيد نقص شويه، ها هيك الطابونه كيما نعرفوها مبسه من داخل، ماهيش منفوخه برشا. ما نحكي لكمش على الهشاشه وعلى البنه، سورتو كل المطعم بتاع الزبده وزيت الزيتونه، وحتى كل الفحات هذوك معطين ريحه مش نورمال، والطعم ما نحكي لكم مش حاسيلو، نذوق ونقول لكم. خليكم تجربوه وحدكم وتكتشفوه وحدكم وتقولوا لي وحدكم شنو رايكم. فريمون مش ناكلو هكا، انا حضرت معاهم مشرقه حويجه حاسيلو، اها المشرقه حويجه تلقاها في الفيديو لي بعد الطابونة وإلى العكس. حاسيلو إن شاء الله تجربوه وإن شاء الله يعجبكم، وفي حلقة أخرى إن شاء الله وصفة أخرى، وبسلامة.